لم يعد ممكنا إخفاء ما يعتمل خلف أبواب مغلقة من خلافات واختلافات بين المغرب والسعودية. تصويت الرياض ضد ملف ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم قدم مادة دسمة لنقاشات تتمعن في أسباب هذا الخلاف وأفاقه. ولعل المغرب كان واضحا في رسالته إلى اجتماع وزراء إعلام دول التحالف العربي بمدينة جدة، إذ أكد وزير الإعلام المغربي ارتباطه بجدول أعمال مزدحم. فهل نحن أمام نذر تحولات استراتيجية في العلاقات بين الرباط والرياض؟ ولماذا تبدو الأخيرة منزعجة من موقف الرباط الذي توشح الحياد الإيجابي في الأزمة الخليجية؟ خيبة أمل كروية شعر بها المغرب بعد خسارته طلب الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026، خاصة وأن عددا من الذين شاركوا في التصويت ضد المغرب دول عربية صوتت لصالح ملف الترشح الخاص بأمريكا الشمالية. فكانت النتيجة فوز الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بالترشح الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وزير الرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي أعرب عن أسفه لتصويت السعودية ضد ملف بلاده خلال انتخابات المونديال 2026، واصفا إياه بالخيانة. هذا بالإضافة إلى دول عربية كالإمارات والعراق ولبنان والأردن والكويت والبحرين. والغريبة أن المغرب يرتبط ببعض تلك البلدان كالسعودية بأواصر وعلاقات وأحلاف قوية وقديمة. وكان لرئيس اتحاد كرة القدم السعودي تركي آل الشيخ موقفا مثيرا للجدل بسبب حملته الدعائية القوية لصالح ترشح الولايات المتحدة لاحتضان مونديال 2026. بعض الدول العربية تخلت عن المغرب، هذا شيء مؤسف جدا، وأن هذه ضربة شوية لأن الأشقاء أنهم يصوتوش عليك، هذا مشكل. موقف الدول العربية فجر خلافا كامنا بين الرباط والرياض وأبو ظبي، دفع بالمغرب إلى اتخاذ خطوات بدأها بمقاطعة اجتماع لوزراء إعلام دول التحالف العربي بمدينة جدة السعودية، بدعوى ارتباط موعد الاجتماع بمواعيد أخرى يرتبط بها وزير الإعلام المغربي. في ذات الوقت أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس بموقف الدوحة من ترشح المغرب خلال اتصال هاتفي بأمير قطر الشيخ تميم آل ثاني. ومما لا شك فيه أن المواقف الرياضية ترتبط بمواقف سياسية كما نشهده في العديد من المناسبات، وربما كان لموقف المغرب من الأزمة الخليجية وملفات أخرى ضلع في مواقف السعودية والإمارات. بالأمس كان الأردن، وقد يكون المغرب هدفا لتغير التحالفات اليوم. من الرباط ينضم إلينا الدكتور ميلود بالقاضي أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس، ومن باريس دكتور صلاح القادري الباحث السياسي. أهلا وسهلا بكما سيدي الكريمين، كل عام وأنتما بخير. ونبدأ بمناقشة بقية هذا الخبر المتعلق أولا برد فعل وزير الإعلام المغربي وحيثيات هذه الأزمة. دكتور ميلود، بين من اعتبر أن الرجل تركي آل الشيخ يتحدث عن موقف شخصي لا يعبر عن الموقف الرسمي للسعودية، وبينما اعتبر أنه فعلا بدء اتجاه السعودية الرسمية لتعامل جديد وعلاقات جديدة مع المغرب، إلى أين تتجه الكفة في تحليل الموقف اليوم؟ نعم، يجب أن نكون منهجيين. الواقع يؤكد بأن موقف الشيخ هو موقف رسمي ويمثل المملكة السعودية، وبالتالي فتصويت السعودية على الملف الأمريكي الكندي المكسيكي المغرب لا يرى فيه أي عيب، باعتبار أن حق التصويت هو حق سيادي للسعودية أن تصوت على ما تشاء. ولكن الذي أثار المغرب وربما أجعزه كثيرا هو أن تتحول المملكة السعودية إلى قائدة لوبي قوي يقود حملة لا أخلاقية، حملة شرسة
ضد الملف المغربي، والكل يعرف، وهذا ما صرح به أيضا رئيس الاتحاد الإفريقي، أن السعودية قامت بضغوطات قوية جدا على بعض الدول العربية وحتى على بعض الدول الآسيوية للتصويت على الملف الأمريكي، وهذا هو المشكل. طيب، سنحاول تفسير اتجاه السعودية للضغط على دول عربية أخرى لتمشي ممشاها. دكتور صلاح القادري، يعني هل يمكن أن نضع الجانب الكروي جانبا ونتحدث عن الاتجاه السياسي والجيوسياسي للرياض في رسم علاقاتها مع الرباط من جهة ومع الولايات المتحدة أيضا؟ نعم، بعد وصول الملك سلمان وخصوصا واستلام محمد بن سلمان كولي عهد للمملكة العربية السعودية، وال 450 مليار التي سلمها محمد بن سلمان بشكل أو بآخر للمملكة للرئيس الأمريكي ترامب، وحصار قطر، أصبحت السياسة السعودية تصب بشكل خالص في إطار في السياسة، وأصبحت تبعا للسياسة الخارجية الأمريكية، بل حاولت أن تصبح تلعب دور إقليمي في المنطقة، ولكنها هي في الأصل تابع للسياسة الأمريكية. ظهر هذا جليا. المشكلة الأساسية بين المغرب وبين المملكة العربية السعودية هو موقف قطر، موقف المملكة المغربية من حصار قطر، وتمثل هذا الموقف في ثلاثة أشياء أساسية أو ثلاث مظاهر أساسية. المظهر الأساسي الأول على أن قطر لم أن المملكة المغربية لم تساند الحصار ودعت دائما إلى الحل السلمي. ثانيا، قامت المملكة المغربية بإرسال شحنات غذائية وكذلك شحنات دوائية لقطر في الأيام الأولى للحصار، وهذا موقف سياسي قوي ضد المملكة العربية السعودية. الأمر الثالث على أن المملكة العربية السعودية كذلك أن الملك المغربي قام بزيارة لقطر. إذن هذا الموقف الذي قامت به المملكة المغربية تجاه حصار قطر وتر العلاقة بين المملكة العربية السعودية وبين المملكة المغربية. الذي حصل الآن كرويا هو فقط حركة سياسية أو مناورة في مجال الرياضة، ولكنها بالأساس هي رسالة سياسية قوية من المملكة العربية السعودية ضد المملكة المغربية. يعني وكأنه عقاب على موقف الدبلوماسية المغربية في ملف الحصار، حصار قطر. من هذه النقطة أعود لك دكتور ميلود، يعني رغم أن المغرب كان واضحا في مواقفه الداعمة للبيت الخليجي، تحديدا للرياض ومن معها في فلكها، سواء في أزماتها مع طهران والمنامة، سواء فيما يتعلق بالتدخل في اليمن، لماذا لم تشفع له كل هذه المواقف للحفاظ على سند السعودية؟ أعتقد أن ما قاله الأخ هناك من فرنسا، أعتقد أنه إحدى العوامل وليس العامل الأساسي. العامل الأساسي في دفع السعودية للتصويت ضد ملف المغرب هو الضغط الأمريكي. يجب أن نشير هنا أن التغريدة التي يعني نشرها الرئيس الأمريكي، وهو رئيس معروف بالتهور، أخاف العديد من الدول، وبالتالي فالعلاقات التي الآن بين المملكة السعودية وأمريكا من جهة، وأيضا طبيعة التحولات التي يعرفها النظام السعودي والتحديات، أعتقد أن العامل الأساسي هو الضغط القوي الذي مارسته الإدارة الأمريكية على السعودية، لأولا على ثلاث مستويات. المستوى الأول هو ضرورة تقديم دعم مادي قوي إلى الملف الأمريكي. ثانيا، أن تلعب السعودية دورا أساسيا إلى جانب الأمريكيين في الضغط على بعض الدول العربية المعروفة بأنها يعني ليست لها مواقف قوية أو قرار في اتخاذ أو استقرار في اتخاذ قرار. وثالثا، لكن ربما مع ذلك دكتور ميلود، يعني في تغريدة أخرى كان آل الشيخ تحدث بشكل لا يخلو من المباشرة، ووجه للمغرب حديثا كأنه يتحدث إلى شخص، قائلا إن كنتم تبحث أو إن كنت تبحث عن الدعم فابحث عنه في الرياض، ودع الدولة الصغيرة أو الزائفة كما وصف قطر تنفعك. هكذا كانت التغريدة في معناها. نعم، الأكيد أن العوامل السياسية أو مواقف المغرب
من الصراع الدائر بالخليج كان واضحا. والسعودية الآن لها من حقها أن تتعامل بنوع معين مع المغرب، والمغرب أيضا له حق السيادة أن يتعامل بالطريقة التي يريد ومع الدول التي يريد. المغرب كان من ناحية السياسية أو من ناحية العلاقات الدولية، المغرب كان واضحا، وهو أولا يقدم الدعم المادي ولأهداف إنسانية محضة لقطر، والثانيا يجب أن نميز بين الصراع الإقليمي العربي وبين الكأس العالم. الفرق كبير جدا. نحن الآن نتحدث عن قضية مصيرية للمغرب، هي قضية شعب، قضية حكومة، وقضية نظام. فلا يعقل، المغرب لم يكن يتوقع قط أن تتحول السعودية، وهي الحليف التقليدي والحليف الاستراتيجي المغرب، أن تتحول إلى لوبي قوي. نحن الآن لا نحاسب أو نلوم السعودية عن موقفها من ناحية التصويت، هذا حق سيادي، ليس لنا الحق أن نتدخل، ولكن المريب هي أن تضع المملكة السعودية كل إمكانياتها البشرية والمادية واللوجستية لتصبح رابع عناصر الملف، وكأن المغرب أصبح يواجه الملف الرباعي الكندي الأمريكي المكسيكي والسعودي. وهذا هو يعني مربط الفرس. طيب، هذا يعود بنا إلى كل القضايا التي دخلت فيها السعودية إلى جانب الحليف الآخر أو إلى جانب الطرف الآخر، ربما القضية الفلسطينية على رأسها. دكتور صلاح، نود أن نسقط هذا الموضوع على دلالات حشد السعودية وضغطها على عدد من الدول العربية للتصويت ضد استضافة المغرب، ليس في البعد الكروي فقط وإنما في البعد العربي، حتى أن صحيفة إسرائيلية تحدثت عن اتجاه السعودية إلى نسف أسطورة القومية العربية نحو القومية الفردية. نعم، المشترك الآن بين سياسة محمد بن سلمان الآن وسياسة جورج دبليو بوش هي أنك إن لم تكن معي فأنت ضدي، ويجب عليك أن تتخلى عن قراراتك السيادية وأن تسير في نهج يعني أفكار وهذه التحركات العاطفية والغير محسوبة العواقب من طرف ولي العهد محمد بن سلمان. القضية ليست فقط مع المغرب، المغرب هي فقط جزء من سياسة جديدة تنتهجها المملكة العربية السعودية أو سعودية محمد بن سلمان. يجب أن نتذكر أنهم في تونس قد مولوا انقلابا في تونس، وأنه قد قاموا بإقالة وزير الداخلية الأسبوع الماضي باتهامه بأنه كان بعد أن استقبل من طرف الملك محمد بن سلمان وقام بزيارة 3 أيام إلى المملكة، واتهم بأنه كان يدبر انقلابا مثل الذي حصل في مصر بدعم سعودي إماراتي. يجب ألا ننسى أن السعودية الآن والإمارات يمولون حفتر الذي يقوم بحصار درنة ويقتل المدنيين. يجب ألا ننسى على المملكة العربية السعودية كذلك قامت بحصار النظام الأردني من أجل موقفه الموقف الوحيد، وهو رفضه لصفقة القرن. يجب ألا ننسى كذلك الذي قامت به السعودية اتجاه السودان. يجب ألا ننسى الذي قامت به الإمارات اتجاه الصومال وطرد الصومال لبعض الدبلوماسيين الإماراتيين واتهامهم بأنهم يدبرون محاولة انقلاب أو محاولة انفصال في الصومال. السياسة التي يقودها محمد بن سلمان هو الآن إن لم تكن معي فأنت ضدي، ولكن الذي يجهله الذي يقوم بهذه السياسة على أنه يدفع كل هذه الدول التي قام باستعدائها على أن تنضوي كلها في تحت حلف واحد. الآن الأردن أقرب إلى قطر من السعودية والإمارات، الآن تركيا أقرب إلى قطر من السعودية والإمارات، الآن الأتراك والقطريون والسودانيون والصوماليون والتوانسة والمغاربة وكثير من الدول الآن العربية وفي العرب المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط بدأت يحصل نوع من التقارب بين هذه الدول، والتي يمكن أن تمثل تحالفا قويا يكون بشكل أو بآخر يمثل تهديدا لهذا التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وكذلك نظام السيسي في مصر. وفي هذا السياق أسألك دكتور ميلود، هل يحدث هذا الموقف السعودي تحولا في العلاقات الاستراتيجية مع الرياض ومن معها كأبوظبي وغيرها؟
نعم سيدتي، أعتقد أن الباحث المتعمق في العلاقات الدولية يمكن أن يعتبر ما وقع هو حدث عابر وليس بحدث ستكون له تداعيات. أولا، ليس كل من صوت ضد المغرب في تنظيم كأس العالم لسنة 2016 هو عدو للمغرب، وليس كل من صوت لصالحه هو صديق. مثلا إذا قرأنا الدول التي صوتت لصالح المغرب من بين مثل الجزائر وغيرها، فيعني هذا أن الجزائر لها نفس الموقف من الوحدة الترابية، ونفس الشيء بالنسبة للسعودية، يعني موقفها من تنظيم كأس العالم ليس هو نفس الموقف من قضية الوحدة الترابية المغربية. وبالتالي فشخصي أعتقد أن العلاقات القوية بين النظامين الملكي المغربي والسعودي هي أعمق وأكثر بكثير من هذا الحادث. فالكل يعرف أن التغيرات الجيوسياسية التي يعرفها العالم والتي يعرفها النظام الإقليمي وشمال إفريقيا والخليج يفرض على الدولتين المملكة المغربية والمملكة السعودية أن يدبر الخلاف بأسلوب ديمقراطي وبأسلوب حضاري. وأعتقد أن موقع حول تنظيم كأس العالم لن يؤثر في علاقات مترسخة، لأن أولا نحن أمام المغرب له ملك حكيم محمد السادس ينتمي إلى جيل رؤساء الدول الحكماء البراغماتيين الاستراتيجيين. الآن داخل السعودية هناك تغيرات كبيرة تجري داخل السعودية، طيب. فطبيعي جدا أن يتفهم المغرب هذه التغيرات. طيب، نحن ننتظر الموقف الرسمي في هذا الإطار، لكنك دكتور كبيرة. ميلود أثرت نقطة مهمة أتحول منها إلى باريس. دكتور صلاح، ما ذكر عن دعم الرياض للحل الذي تقترحه المغرب لموضوع الصحراء الغربية، والمغرب الذي لا زال يدعم الرياض أيضا في حربها في اليمن وفي عدائها لإيران، هل يمكن أن تتغير هذه المصالح المهمة بسبب تصويت أو عدم تصويت في كأس العالم كما ذهب ضيفنا من الرباط؟ فقط ملاحظة، أنه المختص في العلاقات الدولية والذي لديه نظرة متعمقة لا أظن أنه يتكلم عن حكمة الملك وعن الرؤية الاستراتيجية الكبرى للملك. هذا خطاب دبلوماسي أكثر منه خطاب علمي، مع احترامي للسيد الكريم من المغرب، لكن هو خطاب دبلوماسي، يعني يكون له أسبابه ويكون له دوافعه وخلفياته. لكن المتتبع في العلاقات الدولية هو يقوم بعملية استقراء للسياسة السعودية تجاه حلفائها العرب. الذي يقوم بعملية الاستقراء يؤكد ما قلته قبل المداخلة على أن هناك ثقافة استعداء، وإن لم تكن معي فأنت ضدي. الذي يجب، المغرب قد ساند السعوديين في الملف اليمني، قد ساندهم في الموقف من إيران، وهي الدولة الوحيدة ممكن في العرب التي قامت بطرد السفير الإيراني وإغلاق السفارة الإيرانية. إذا هناك مواقف قوية جدا من المغرب داعمة للمملكة العربية السعودية، ولكن المملكة العربية السعودية تريد سياسة خارجية خالية من السيادة المغربية. هذه بالنسبة فقط بالتعليق، يعني بسيط جدا. ولكن دعونا نتكلم عن شيء الذي يهم المغرب في السياسة في العلاقة مع المملكة العربية السعودية، هو ملفان أساسيان. الملف هو الاستثمارات السعودية في المغرب، والملف الثاني هو دعم المملكة العربية السعودية للمغرب في قضية الصحراء الغربية، أو كما يصطلح عليه بعض المحللين المغاربة هي وحدة التراب المغربي. هاتان الملفان، أظن أن ملف الاستثمارات يمكن أن يستعيد المغرب عن طريق الاستثمارات التركية وعن طريق الاستثمارات القطرية أو استثمارات أخرى عن الاستثمارات السعودية، وهي ليست حيوية بالدرجة الذي يعتقدها السعوديون. والمعروف عن الدبلوماسية المغرب على أنها دبلوماسية لديها حساسية جدا من التصرفات غير لائقة دبلوماسيا. ويجب أن نتذكر حينما قام الجمارك أو البوليس أو الشرطة الفرنسية بتفتيش وزير فقط مغربي، قامت المغرب برد فعل سياسي ودبلوماسي قوي جدا ضد الدولة الفرنسية، بالرغم من عمق العلاقات بين فرنسا والمغرب. لذلك استمرار السعودية في هذه التصرفات الاستفزازية أظن أنه سيكون له رد فعل قوي من طرف الدبلوماسية
المغربية. إذن هناك ملفان، ملف السيادة المغربية على الصحراء الغربية، والملف الثاني هو ملف الاستثمارات السعودية في المملكة العربية في المملكة المغربية. في حال ما قررت المملكة المغربية التخلي عن هذين الشيئين، طيب. بالنسبة للمملكة الصحراء الغربية هناك دعم أمريكي ودعم فرنسي ودعم أصحاب الفيتو هو أكبر من دعم المملكة العربية السعودية. بالنسبة للاستثمارات يمكن الاستعاضة باستثمارات أوروبية أو استثمارات. طيب وهذا يتوقف على رد الفعل الرسمي من المملكة. دكتور ميلود، هل يمكن أن يتجاوز رد الدبلوماسية المغربية رفض وزير الإعلام المغربي على غير العادة حضور اجتماع إعلامي مهم في الرياض، في جدة عفوا كان؟ نعم، لا أعتقد أن الموقف المغرب من عدم حضور في التحالف حول اليمن بالسعودية يمكن تفهمه، وهو أن السياق الذي جاء فيه هو سياق مأزوم، سياق يشعر فيه الشعب المغربي بنوع من الخيانة، بنوع من الغدر، بنوع من التهور، ونوع من ضرب ما نسميه الوحدة العربية والتضامن العربي إلى غير ذلك. فضروري جدا أن يدبر ملك البلاد هذا هذا هذه الصدمة الشعبية بطريقة مرنة وبطريقة ذكية. أعتقد هذا الموقف الخاص أن ما جرح بين المغرب وبين السعودية لن يذهب إلى تأزيم الوضع، إلى حد قطع العلاقات أو إلى ما ذلك. أعتقد أن التغيرات التي يعرفها المغرب والعلاقات والمصالح المشتركة، أنا أتكلم عن المستوى الاستراتيجي بين المملكة المغربية وبين المملكة السعودية، هي أكثر وأعمق وأقوى من هذا الحدث العابر. شريطة أن تقنع في الدبلوماسية، ليس في السياسة عداء مطلق أو صداقة مطلقة. ولكن عندما يتم التعاطي مع المغرب كشخص يجب أن يتبع موقف السعودية في مسألة الحصار على قطر، هل يمكن أن تقبل المملكة المغربية أن تكون في وصاية أحد أو تحت وصاية أحد بخصوص الأزمات الدولية؟ لا سيدتي، هذا تأويل، هذه قراءة. الآن نحن نطرح سؤال لآراء متواجدة وتحليلات. نعم. فعلا يعني نعم. رسمت الوضع. نعم، التحليل العلمي يحلل ما هو قائم، ما هو الملموس، ما هو يعني محسوس. الآن لا ندري هل موقف السعودية يرتبط بقرار سيادي أم يرتبط بموقف من المغرب في علاقته مع قطر، أم يرتبط أيضا بالتدخل الأمريكي في السياسة الداخلية السعودية. هذه المستويات الثلاث كلها ممكنة، ولكن من الصعب إلى حد الآن أن نثبت ما هو المستوى أو السيناريو الأكثر قوة. هل السعودية صوتت ضد المغرب انطلاقا من قناعتها الخاصة؟ الآن نحن في حاجة إلى معطيات. هل السعودية صوتت ضد المغرب لإرسال رسالة من المواقف التي وقفها المغرب مع قطر، أم أن يعني هذا أن ما نحلله منذ 20 دقيقة في هذه، أو ما يربو عن 20 دقيقة في هذه الحلقة؟ نعم، وثبت من تهديدات واشنطن، وثبت من التغريدات الأسباب. نعم، التي يعني ذكرتها كل مستويات الثلاث. نعم، كل أنا شخص، أنا موقفي الخاص أن كل المعطيات الثلاثة حاضرة، ولكن أضع المستويات في بكيفية مرتبة. أعتقد أن رقم واحد هو الضغط الأمريكي، وأيضا الاتفاق الأمريكي السعودي حول تحويل السعودية إلى قوة رياضية كبرى يمكنها أن تحاصر ما نسميه صعود بعض القوى التي لا تدخل في الأجندة الأمريكية. يمكن أيضا أن السعودية اغتنمت هذه الفرصة لإرسال رسالة إلى المغرب بأنها غير راضية عن موقفها اتجاه قطر.
شكرا جزيلا لك من الرباط دكتور ميلود بالقاضي أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس، وشكرا لضيفنا من باريس دكتور صلاح القادري الباحث السياسي. بهذا نأتي إلى نهاية الخبر بقية، شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.